السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناتكم قناة اسلام تفال. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن استكمال كلية العلوم بعد كلية الزراعة. ناس كتيرة جدا بتسألني وبتقول لي هل ينفع كطالب، أنا كطالب في كلية زراعة ينفع أكمل كلية علوم؟ طب هل ينفع وأنا في الكلية أكمل كلية علوم ولا لازم بعد ما أخلص؟ هل ينفع أصلا ولا ما ينفعش؟ ده بقى هي الشروط، ده بقى هي الحاجات اللي على أساسها يقبلوا وما يقبلوش، او المصاريف بتكون كام لو ينفع. كل الحاجات ديت هنجاوب على الأسئلة ديت ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة، تابعونا لاخر الفيديو ان شاء الله. اول حاجة السؤال الاولاني، السؤال الاول بيقول ايه، هل انا كخريج كلية زراعة او كطالب كلية زراعة ينفع ان انا التحق كلية العلوم؟ ايوه ينفع ان انت تدخل كلية علوم، ولكن بشروط معينة وبمصاريف خاصة مش نفس المصاريف الدراسية بتاعة الطلبة العادية اللي بتخش كلية علوم الثانوية العامة. طيب ايه هي الشروط ديت والمواصفات ديت المطلوبة عشان ادخل كلية علوم؟ اولا كليات العلوم بتقبل الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وبتقدير جيد، تقدير عام في الاربع سنين جيد على الاقل، ومن كل الكليات العملية يعني كلية الزراعة او اي كلية عملية تانية ممكن يلتحق بكلية العلوم وبيتم القبول بتاعهم. طب السؤال الثاني، هل ايه هي الشعب اللي انا اقدر اسجل فيها او انا اقدر اسجل في اي تخصص او لا او اي شعب ولا لا؟ لا انت في تخصصات معينه بتتقبل، بيتم قبولك في الشعبه التخصصيه او التخصص المناسب، وده طبعا بيحدده النظام بتاع مجلس الكليه، بيبقى في مجلس كليه ويتم اعتماده من مجلس الجامعه. وفي من ضمن الشروط ان تكون متفرغ، ايه هي الشروط المطلوبه عشان تقدم تكمل علوم بعد زراعه؟ اول حاجه ان انت تكون متفرغ تماما، تكون متفرغ للدراسه التفرغ الكامل، وتكون اديت الخدمه العسكريه سواء لو انت ذكر للخارجين او اديت الخدمه العامه بالنسبه للخارجات بالنسبه للباش مهندسات او واخدين اعفاء منها سواء اناث او ذكور. وده طبعا بيرجع فيه بعد راي، بيرجع له الاقسام المختصه وبياخدوا رايها. مدة الدراسة ما بتقلش عن سنتين، لا يجب ان تقل عن سنتين في اي حال من الاحوال. فانت كده هتدخل كلية العلوم من سنة ثالثة، هتدرس ثالثة وهتدرس رابعة، تاخد اربع فصول عادية او سنتين دراسيتين عموما يعني. وعشان تعمل كده لازم تعمل مقصة، المقصة ديت عبارة عن بتشوف المقررات اللي انت درستها في كليتك وبيتم مقارنتها مع المقررات بتاعت اولى والتانية في كلية العلوم. وبعد كده بيقولوا لو انت ناقصك مواد معينة تاخدها ولا لا، ولازم ان الطالب او انت كطالب ان انت تلتزم باستكمال جميع المقررات المطلوبة منك عشان تقدر تكمل. يبقى احنا كده جاوبنا على اسئلة، ينفع خريج زراعة يكمل علوم؟ اه ينفع، ينفع بعد ما يخلص كلية الزراعة بيعمل مقصة، المقصة ديت بعدها بيدخل يكمل سنتين بيخش على سنة ثالثة على طول. طب ايه هو التخصص المناسب؟ ده السؤال المهم، هدخل على سنة ثالثة على اني تخصص؟ اولا في التخصصات لازم تكون تخصصات مشتركة في كلية الزراعة، يعني مثلا انت التخصصات الموجودة في كلية العلوم وانت طلبة الزراعة عايزين يقدموا عليها التخصصات ديت، عندنا تقريبا خمس تخصصات للحياة، عندك قسم علم الحشرات، قسم الكيمياء الحيوية، عندنا قسم الميكروبيولوجي، عندنا قسم الكيمياء، عندنا قسم علم النبات، قسم علم الحيوانات. ديت الاقسام اللي موجوده في كليات العلوم. يبقى احنا عندنا انت لو خريج قسم امراض نبات تقدر تقدم على قسم علم النبات، لو انت خريج قسم وقايه ممكن تقدم على علم الحيوان او كيمياء، لو انت خريج صناعات ممكن تقدم على كيمياء حيوي، لو انت خريج قسم امراض نبات او ميكروبيولوجي. يبقى على حسب التخصص بتاعك في كليه الزراعه تقدر ان انت تقدم وتعمل استكمال في كليه العلوم في احد الاقسام اللي انا قلتها شويه نقولها تاني. بتعمل استكمال يا اما بتخش قسم حشرات، يا اما قسم كيمياء حيويه، يا اما قسم كيمياء، يا اما قسم ميكروبيولوجي، يا اما قسم نبات، يا اما قسم حيوان، ودولت على حسب التخصصات بتاعتك انت متخرج من انهي قسم في كليه الزراعه. اتمنى ان انا اكون افدت الناس، جاوبت على الاسئله المطروحه. لو عندك اي استفسار او تعليق على الفيديو سيب تعليقك واستفسارك اسفل الفيديو، ان شاء الله هيتم الرد عليك على طول على الاستفسار بتاعك. ويا ريت نعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي مهتمه ان هي تعرف المعلومه ديت واللي بتسال كتير في المعلومه ديت. ويا ريت تعمل اشتراك في القناه لو يهمك ان انت تعرف اكتر في مجال الزراعه او استزراع السمك او التخصصات او الاقسام او الدبلومات او اي حاجه. في محتوى كتير جدا على القناه.
تابعونا على القناة، ويا ريت اشتراك ونعمل شير للفيديو. أشكركم وأشوفكم على خير إن شاء الله، وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.